في البداية تحية من القلب لدعم السينما والثقافة من خلال المهرجان المهم اللي بيقام في الجونة بفعاليات بجد تحترم. واحنا النهاردة في مكان أنا يعني سعيدة أن أنتم مهتمين بتفاصيل السينما، وأتمنى أن يكون في مكتبة كبيرة زي مكتبة اسكندرية في الجونة أيضا لحفظ كل التاريخ السينمائي بتاعنا، زي ما حضرتك شايف ما يبقاش من خلال المهرجان ولكن يبقى موجود كمكتبة هنا كل السياح وكل ضيوف الجونة يقدروا يتجولوا فيها زي مكتبة اسكندرية. وعايزة برضو أعرف النهاردة حضرتك المهرجان شايف انتوا حققتوا منه كام في المية بالنسبة للفكر بتاعك؟ وانا عارفة فكرة عائلة ساويرس للثقافة كبير جدا. هو الحقيقة المهرجان عدى طموحاتنا، يعني ما عملناه في الأول ما كناش متصورين ان هيتطور ويوصل للمرحلة دي اللي هو فيها دي. احنا ابتدينا مهرجان السينما افلام عرض وحكام ونجوم من العالم وكده، والنهاردة اصبح المهرجان زي قاعدة لصناعة السينما كلها، ناس بتعرض أفلامها وبتدور على منتجين، التراث بتاعنا كله زي ما أنت شايفة في المعرض دوت موجود، الشباب الصغير الأطفال بيتعمل لهم النهاردة تدريب عشان يطلعوا يبقوا سينمائيين كبار، فأصبحت صناعة السينما هي اللي بقت موجودة في الجونة مش بس مجرد مهرجان السينما. ولما الإعلام إن شاء الله حل عننا في موضوع الفساتين والكلام الفارغ اللي كان بيركز فيها ده، يجوا يشوفوا الشغل الحقيقي مش بس الكلام اللي هو فستان ومش فستان والكلام الفارغ ده، الحمد لله طبعا يجوا يشوفوا الشغل الحقيقي يعني. فاحنا بالنسبة لنا المهرجان عدى طموحاتنا بصراحة يعني. طب بالنسبة كمان اللي حضرتك شايف دلوقتي لما اتفرجنا على جمال مصر من خلال السينما، في بعض الأحيان بيبقى فيه تضييق إن الناس ما تعرفش تصور في الأماكن السياحية، فهل الجونة بتتيح للسينما إنها المنظومة كلها؟ المغرب استولت على كل أماكن تصوير أي أفلام بتدور في الصحراء وكده. ليه؟ الناس بتوصل بالأجهزة بتاعتها، لا يقولوا تصريح أمني وتصريح مش عارف إيه وصورش دي وصور دي، وكل حاجه بالقمر الصناعي طلعوا على جوجل. لسه احنا الفكره ما اتغيرش، وبالتالي اي منتج عالمي عايز يصور في مصر هنا بيطلع بيكره نفسه ويحلف انه ما يجيش تاني. ده غير بقى على الاتاوات اللي بتتفرض عليهم وحاجات ملهاش اي معنى، وبالتالي هنا احنا اللي بنضيع على العمله الصعبه اللي كان ممكن في افلام الامريكاني الميزانيات بتاعتها 40 و50 مليون دولار، ممكن يجوا في مصر من غير بقى القرف ده كله، يخش بالمعجزه بتاعته ويطلع بيها، يقولوا خطاب ضمان وتدفع ايه واتاوه وكل حته يروحها، يروح مش ممنوع تصور وممنوع تعمل. طب هنا بتسهلوا في الجونه ان ممكن دي تبقى مقر لتصوير افلام، وخصوصا ان في مناطق كبيره احنا اللي علينا احنا بنعمله زياده، هنا مش عايزين ولا بناخد تصريح من حد ولا بناخد فلوس من حد، واللي عايز يجي يصور يصور، عايز يعمل هنا تشم الهواء تلاقيه بدون اي قيود. انا بحييك وبشكرك جدا وسعداء.